السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تزيين للمرة الرابعة أو الخامسة للبرطمانات، بس الحقيقة أنا هعملها المرة دي بالورق اللي احنا عملناه بتاع الطباعة. أنا سابقة وعملت معاكم التابلو ده بالبلانشة القديمة في المطبخ، وعملنا كمان الرولات اللي احنا بنستخدمها في الورق الحراري والورق الزبدة والفويل والحاجات دي كلها، عملنا بيها زي ما احنا شايفين فازة الورد دي. تقدري تحطيها في أي مكان عندك في البيت. طبعا الورق ده استخدامه ممتع جدا وزي شغل الديكوباج بالظبط، وأمتن كمان من المناديل. الفكرة بمنتهى البساطة إن أنا هجمع مجموعة برطمانات تكون شكل بعضها، حتى لو مكانتش شكل بعضها التزيين هيخليها واحدة واحدة. مش هحتاج غير الورنيش المائي معايا، وصور أنا كنت طبعاها من على البنترست بالشكل ده كده. بدأت أفرغها بالمقص بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا شايفين. وعلى فكرة انت بتفرغيها على حسب حجم البرطمان، انا ما رضيتش اقطع دول لان دول حجمهم عالي معايا والبرطمان معايا صغير، فانا حابة ان انا اعملهم بالشكل ده اللي هو صغير يعني. وده الغطاء عليه ماركة الشركة بتاعت المنتج، هحط عليه بالشكل ده برضو الورقة. هنسمي الله وهنبتدي. هنعمل مع بعض طقم تستخدميه في حاجات كتير جدا، عايزة تستخدميه للحلويات مفيش مشكلة، يعني تحط فيه حاجة للحلويات والمكسرات، عايزة تستخدميه توابل برضو هيمشي معاكي، عايزة تستخدميه تحط فيه حاجات أو حاجات بتتنطر عندك في الدرج زي مثلا جلد الأنابيب أو اللي هي الخلات بتاعة الأسنان اللي انت بتستخدميها، مفيش مشكلة خالص. أنا هنا ببدأ ألزق الورقة بمنتهى البساطة اهي، تك عليها بالراحة كده بحيث ان هي تلزق على الورنيش اللي أنا حطيته، وبعد كده بحط عليها طبقة من بره علشان المية ما تخليش الصورة دي تتأثر معايا أو الشكل ده يتأثر معايا بالشكل ده كده بالفرشة، بحيث ان انا افرغ الهواء اللي جوه كله واسيبها تنشف. هعمل تلات اشكال على البرطمان اهي، ما فيهاش اي حاجة وسهلة وبسيطة جدا، ولا دهان ولا هتحتاج ان انت تعملي اي حاجة خالص. هنا انا لزقت البرطمان خلاص، عملت عليه تلات اشكال من الكب كيك بالشكل ده كده. هنبدأ نلزق بقى ايه الغطا، يعني الصورة الصغيرة على الغطاء اهو. سهلة وبسيطة وسريعة جدا وما فيهاش اي حاجة، كل الموضوع ان انت بتسيبيها تنشف وبعد كده تبدأي تستعمليها وتغسليها عادي، بس تنشف كويس. وطبعا الاثر الابيض ده كله بيروح خالص تماما لما هي بتنشف، يعني الشكل الابيض زي الغيرة ده كده ده بيروح وبيبقى شفاف. هسيبها تنشف وهوريها لكم بعد ما تنشف. وده كده كان الشكل النهائي للبرطمانات معانا اهي. انا كده زينتها وخلاص نشفت زي ما انتوا شايفين، ما عادش في اثر للون الابيض خالص، وان شاء الله يعني كده تبقى تحط فيها الحاجات اللي انت عايزاها. انا كده حطيت فيها ايه بقى، انا حطيت فيها الخله بتاعه الاسنان اللي انا بحتاجها اثناء الاستخدام بتاعه المطبخ دي، ملهاش علاقه باللي احنا بنستخدمها على الحوض خالص. وده شكل كمان الغطيان بالشكل ده كده معايا، حطيت هنا الخلة بتاعت الأسنان واللي أنا بستخدمها للطبخ يعني، وحطيت هنا الجلد الأنابيب لأن الحاجات دي كلها بتعمل دبكة في الإدراج، وهنا حاطة القطعات بتاعت المخبوزات اللي هي حجمها الصغير بالشكل ده كده أهو، أخدت كمية كبيرة معايا. وهنا حاطة المناقيش بتاعت الكحك. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. وهنا حاطة كمان حاجة مستلزمات الحلويات كلها زي اللي هي البلبلات الصغيرة اللي بتتوه برضو في الأدراج بتاعت قمع الكريم شانتيه. واحدة كاملة من البرطمانات حطينا فيها حاجات كانت بتتوه معانا في الأدراج، يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر زينا، وفي نفس الوقت قلنا أفكار إن احنا نتخلص بها من كركبة الأدراج، ونتخلص كمان من الحاجات الصغيرة اللي بتتوه معانا ومنبقاش عارفين مكانها. أتمنى إن الفيديو نال إعجابكم. لو بتشوفي قناتي لأول مرة ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس،
وتشير الفيديو وتدوسي على اللايك لو عجبك الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.